سلام البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم جبت لكم وصفة لتبييض أي منطقة في الجسم، سواء كانت سوداء أو فيها سميرار. مهم أي منطقة كيكون اللون ديالها غامق على باقي لون الجسم. المهم هذه الوصفة فيها مكونات بسيطة. كنحتاجو خميرة الحلويات آلزا، كنحتاجو الملح، كنحتاجو زيت زيتون، وكنحتاجو الحامض. المهم بالنسبة لهذه الوصفة فهي جد سهلة وبمكونات بسيطة، كتعطينا نتائج من الاستعمال الأول ديالها. المهم بالنسبة للملح البنات، فهو مقشر يقوم بعملية تقشير للمناطق. بالنسبة للبنات هذه الوصفة فهي كنستعملوها للجسم ديالنا، يعني ممنوع استعمالها على الوجه، كنستعملوها على الجسم فقط. كناخدو البنات إناء، كنديرو فيه خميرة الحلويات، وكنزيدو عليه جوج معالق صغار ديال الملحة، وكنزيدو عليه ثلاثة المعالق صغار ديال عصير ديال الحامض، وكنزيدو عليه معلقة صغيرة ديال زيت الزيتون، وكنخلطو الخليط مزيان حتى كنحصلو على خليط متجانس. كنستعملوه للجسم ديالنا وأي منطقة في الجسم ديالنا، كذلك المناطق الحساسة. ولكن الوجه ديالنا البنات ما نديروش ليه هاد المقشر. كنخلطو مزيان البنات الخليط ديالنا، وكنديروه على اي منطقة عندنا اللون ديالها داكن، كيعطينا التفتيح من اول استعمال البنات. المهم انا دابا غادي ندير لكم تجربة على اليد ديالي، يعني نتوما هالطريقة ديروها لاي منطقة عندكم في الجسم ديالكم بغيتو تفتحوا ليها اللون ديالها. المهم كنديروا التقشير على هذا الشكل، يمكن نزيدوا شويه ديال الملحه فوق هاد المكونات، ونزيدوا نقشروا المنطقه مزيان. من بعد البنات كان نخليوها تقريبا من 5 دقائق حتى ل10 دقائق، وكنغسلوها بالماء دافي. من بعد البنات كنمسحوا المنطقه، كنحصلوا على منطقه ناعمه وغزاله البنات. كنتمنى البنات تجربوا هذا المقشر، وكنشكركم بزاف على المشاركه ديالكم، وكنتمنى تضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.